كلنا تقريبا نعاني من ضغط العمل او الدراسه ونحتاج لطلعه نسينا هذا التعب ونعيش لحظات جنونيه، بس شيء اكيد هاي الطلعه تحتاج لشروط. اولها اي شخص كئيب ونفسيه تخلونه يطلع وياكم، تختارون المكان المناسب بالوقت المناسب، وانا اختاريت انه انتم تشاركونا هاي الطلعه، فتعالوا نكسر الروتين ونحسن نفسياتنا سويا. قررنا انه نروح المصيف سيرسنج اللي يبعد عن الحدود التركيه تقريبا 100 كيلومتر وارتفع عن سطح البحر 1450 متر، واختارينا مكان مطل على جبل وقررنا نرتاح به. وين رايح؟ الجرام مسامه عاش تيدك. وين رايح؟ تحس نفسك حرفيا نازل بوينترفيل. Where is the king of the night? I don't see him. قسمنا نفسنا لعدة فرق وأنا اختاريت فريق الطبخ، كل شيء ولا غسيل المواعين بهيج أجواء ثلجية. طبعا من صدق الله يساعد البنات على شغل البيت. أبو مريم سعد عامر والله عشيد تعب معانا اليوم. أنا بعافية أنا والله بين الموجة. يا وجعي يا وجع القصيدة. بعد العشاء شاي على الفحم مع تقنية الناصرية اللي تدفئ بهالأجواء جديات ماكو هيج طاقة، وبعد هاي السهرة الطويلة يحتاج انه نرتاح شوية. صحينا الصبح على درجة حرارة معتدلة، مستحيل تقدر تعبر هيج أجواء إذا ما تستخدم جنونك وتتخلص من طاقتك السلبية. بواسطة التقنية تفتشخ شكوى واحد تشوفه قدامك. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد هذا التعب شيء أكيد لازم تتغدى بوجبة تتحدى بيها قانون الجاذبية للدايت. هاي الأكلة بحياتكم مسامعين عنها، لا كذب اسمها بيض أو تشريب، وفي رواية أخرى دليمية. احتاجينا بعد الأكل أنه نسوي عملية إحماء، هاي التقنية مفيدة جدا لحرق السعرات الحرارية. طلع مع أصدقائك ويا عائلتك هي من أحلى الطلعات اللي ممكن تطلعها بحياتك، لهذا نحتاج دائما أن نرفع عن نفسياتنا ونكسر الروتين اللي عايشينه. وبنهاية هذا الفيديو أتمنى لكم يوم سعيد.